20 سنة على إصدارها. وكذلك الشرط الثاني هو أن دائما فاتح مايك يكون حوار اجتماعي بين النقابات وبين الحكومة. فالمناسبتين حقيقة ومدونة الشغل هو موضوع مهم جدا يخص جميع المقاولات جميع الشغيلة. فمائدة دسمة دكاترة الأجلاء أساسيدة على حضورهم، حاولنا أننا في المقاربة بين باترونا والنقابات وبين الجمعية المهنيين في المجال. فإن شاء الله يكون حوار نقاش مداخلة قيمة مع الأسئلة الأجلاء. فكنشكر جميع الشركاء ديالنا، كنشكر جميع المتدخلين، خاصة أن الموضوع له أهمية بالغة، موضوع له أهمية بالغة لأنه يتناول بالدراسة والتحليل قانون مرت على دخول حيز التطبيق حوالي 20 سنة، وبالتالي أصبح محط نقاش عمومي. كما أقول دائما أن قانون الشغل من القوانين التوافقية، بما أنه من القوانين التوافقية لابد أن أستحضر رأي الاتحاد العام للمقاولين المغرب، لابد أن أستحضر رأي النقابات. تنظيم دائرة نقاش رمضانية في نسختها الثالثة بين تنظيم الهيئة المغربية للمقاولات بشراكة مع الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، يأتي هذا النشاط الرمضاني في نسخته الثالثة. تكريس من الهيئة أن في ظل النقاش الآن دائر بين المركزيات النقابية وبين الحكومة الحوار الاجتماعي، فالهيئة بعد صدور المدونة يعني الذكرى العشرين فتأينا أننا نناقشوا في هذه الدورة الثالثة ديال دائرة النقاش موضوع ذو أهمية ومدونة الشغل. طبعا مدونة الشغل بعد 20 سنة ضروري إذا النقاش حول التحديث وديالها والملائمة ديالها مع المتغيرات الاقتصادية والدولية. دونك احنا في الهيئة المغربية منذ التأسيس نشتغل على الترافع على المقاولة في مجموعة من القضايا ومن المواضيع التي تهتم بالمقاولة كقانون المالية والصفقات العمومية ومواضيع أخرى. نحن في الاتحاد المغربي للشغل كذلك لن زعما ننكر ان مدونه رغم انها كانت في واحد الوقيته اضافه نوعيه، كانت في واحد الوقيته يعني واحد المشروع بطريقه تشاركيه ما بين جميع الاطراف، وكان في الوقيته ديالو يعني يحتذى به لانه ما كانش ديك الساعه ما كانش عندنا حتى قانون اللي غادي نرجعوا له لا كمشغلين ولا كاجراء اللي غنرجعوا له يحكم بيناتنا. وبالتالي فمدونة الشغل كانت يعني واحد الإنجاز، واحد الإضافة نوعية في وقتها. شاركت اليوم بدعوة كريمة من الهيئة المغربية للمقاولات في هذا النقاش الرمضاني الشيق اللي حضروا له مجموعة وتلة من الأساتذة واللي حللوا نواقص مجموعة النواقص اللي كاينة في مدونة الشغل، ومستعدين لأننا نفتحوا نقاش في هذه المسائل بشرط أنها ما تكونش على مصلحة الأجراء، لأننا اليوم كنشوفوا أن كاين مطالب بمزيد من المرونة، كاين مطالب بتقنين أو تكبيل القانون لأنه هو قانون تنظيمي ولكن حنا كنعتبروه قانون تكبيلي لأنه جاب مجموعة ديال الأشياء اللي في ظلها ما يمكنش دير الإضراب، والإضراب هو حق من حقوق الطبقة العاملة اللي هو السلاح ديالها الوحيد للحفاظ على المكتسبات ديالها والدفاع على الحقوق ديالها. صافي اللي كيجي واحد المستثمر واحد اللي جاب راس المال ديالو غادي يستثمر كيدخل كيستثمر خاصو يكون عنده واحد لا فيزيبيليتي، خاصو عنده واحد الرؤية واضحة، وخاصو يكون عنده لا سيكوريتي، خاصو يكون عنده ضمان لهذاك الاستثمار اللي غادي يدير، وخاصو يكون عنده ضمانات تكون عنده واحد لا سيرينيتي بان مطمئن على راس المال ديالو اللي غادي يستثمر. هذا في اي مشاكل في المغرب فرد في المكان في العالم كامل، اذا المستثمر كيكون عنده هاد ولا كانت هذا المستثمر كيجي خاصو يبقى واحد الترسانه قانونيه. هذا اللقاء كان مفيد جدا لان كان هناك تلة من الاساتذه الاجلاء اللي تكلموا على قانون الشغل، شنو المكتسبات اللي خدينا من 2004، وكما ذلك موطن الاختلالات، وكاين بعض المواد ديال القانون اللي صعيبه في التطبيق واللي ما مفهوماش ولا شي حاجه. دابا عطينا اقتراحات وعطينا توصيات باش نزيدوا القدام نخلقوا
مقاولة مواطنة اللي كتسعى على السلم الاجتماعي في المقاولة وتكون واحد المصالحة بين الأجير ورب العمل، لأن التحديات كبيرة والمستقبل ما مضمونش، مي خصنا ترسانة ديال القوانين اللي غتريح هذاك المستثمر وتخليه يزيد القدام لخلقي مناصب شغل أخرى واستثمار جيد آخر في إطار العمل اللائق. أنا بغيت نرجع لمدونة الشؤون الحالية، أنا أعطيكم صورة حول ما تبين لنا احنا كمهنيين من بعض الفراغات اللي ما تطرقتش الى مدونه الشغل، ربما اغفلتها في البدايه، او ربما كاين امور مستجدات اللي اصبحت الحاجه دابا ابانت الحاجه انها ولات الحاجه انها خاصها تدخل فيها. كانت فرصه لافتحاص ودراسه مدونه الشغل بعد 20 سنه من التطبيق والوقوف على مواطن اللبس والغموض، وكذلك تقديم بعض الاقتراحات فيما يهم تجويد النص القانوني في سبيل مراجعة مدونة الشغل التي أجمع المتدخلون من خبراء وأكاديميين ومهنيين ومحامون، أجمعوا أنه الحاجة الواقع أفرز الحاجة إلى مراجعتها، مراجعة تخدم الاقتصاد الوطني في سبيل تحقيق واحد الأمن اجتماعي وكذلك في سبيل تحفيز الاستثمار. فعلا هناك حاجة ماسة لمراجعة مدونة الشغل على ضوء الثغرات والإشكالات التي تعترضها، خاصة أن هناك مجموعة من النواقص، وبالتالي لابد لنا التفكير بتمعن وبدراسة وباستشارة مع مجموعة من الخبراء في هذا المجال. ولذلك لا يمكن الحديث فقط عن مسألة المراجعة، حيث أن جودة النصوص القانونية تعرف من خلال تطبيقها العملي. لذلك فارتقاء أيضا بمنظومة تفتيش الشغل عن طريق التحسين السوسيو اقتصادي لهذا الجهاز، عن طريق وضع ضمانات تطبيق سليم لتشريع الشغل، عن طريق أيضا ما يرتبط بإعادة النظر في المقاربة التجارية مع ممولين في مدونة الشغل كفيل بضمان تطبيق تشريع الشغل. فرهاننا جميعا الآن هو كسب مراجعة مدونة الشغل. أستاذ نادي الخمال أيضا مدعوة للمنصة لتكريم مولاي المقدم لها الدرع. تسليم درع تكريم للسيدة رضا. كما قلت الهيئة الوطنية للمقاولة تكرم ثلاث نساء بمناسبة